قبل ما نبدأ هذا المقطع لو عندنا شرح بسيط. هذا برنامج يوتيوب توب لتحميل فيديوهات اللي بحمله MP4 للMP3 واللي بحمل فيديو واللي شرحة الفيديوهات وفتح اليوتيوب وفتح أي موقع اللي بدك إياه تحمل فيديوهات حتى الفيسبوك وصفحة اليوتيوب وبالخاصة تبعه الخاص اليوتيوب الخاص به وبعد وكمان عشان تحمل في مقاطع الMP3 عبر هذا البرنامج لازم تحمله عبر هذا البرنامج تحويل الأغاني إلى MP3 وتصير الصورة اللي بتلاحظوها عندكم هاي تبع MP3 فيديو كونارد مع سماعات يعني هيك يعني كتير غراض. وركزوا معي شو كاتبين لي شو بيعمل برنامج. شوفوا شو كاتبين بالسطر. يمكن تحويل ملفات الفيديو الى ملف ملغات صوت MP3 مع متفضل خيارات. شفتوا بحوله MP3 هيك كاتبين لي. انتبهوا عن جد كاتب لي هيك. لك هاي صورته عنه وشوفوا نفس الشيء تصور عنه متى بتلاقي الصيغة والكيلومتر. شوفوا مثلا بهاي الصيغة هون الصفحة الرئيسية تكسو على سنك بتنكو فيديو هون. اذا بدك تعمل له هذا بتعمل كوريكت يعني تحميل يعني تحويل وانت بتنقي كوبي يعني نسخة ولا مسح النسخة القديمة. هون نفس الشيء MP3 منقى والكيلوغرام مثلا اذا كبست على الكيلو هذا لطلع لكم حجمه للفيديو اللي هو وعندك حط اسم شو بدك تسمي الاسم الغنية او تسمي اسم الالبوم ويعني كتير وهذا هو هذا كان هو البرنامج. يلا نرجع نروح يرجع لكم حلقات برو عن انجلو. هن ما نشروه على كاتر نيتورك ما نشروه ما اخذوهم خبيهم الدول الاجنبية بس دول فيديوهات برو ما شفتوهم ابدا. بس لازم تكون متقن الألمانية. انا متقن. شوف عن جد يلا هشغلكم يا وتشوف انه هي ما شفتوها ابدا. دوروا على كاف النيتورك مثلا انجلو ما حد يطلع لكم مثلا مثل هاي الحلقه. شوف وش جديد ايقونه بعدين شوف شفتوا هاي نسخه برو ما حدا شافه. شوفوا nächstes mal machen wir es anders gehen wir doch zu Vitos Pizzeria oder zur Pommesbude. Nein, Katis ist gut, aber nächstes mal sorgen wir dafür, dass Katis Sandwiches zu uns geliefert werden in die Schule. Wie soll das gehen? In 11 einfachen Schritten. Schritt 1, wir brauchen eine Menge Gummibänder. Schritt 2. هذا هو هي حلقة من مقطع صغير انا اكتر في اذا كتبت هيك انجلو اوف دويتش تحطوه هذا. بس انتكم لازم تكونوا متقنين المانيين المانيه هذا ما حتفيدوا منه اذا ما قنتوا الالمانيه. شفتوا هاي حلقات اكثر من حلقه نازله عبر القناه هاي برو اريك ادوكو الالمانيه انجيلا اوف دوتش تكتب بعدين نجيك حلقات. هلا بحط لكم رابط بالدسكريبشن عشان تكسوا بس عليه بتبحث لكم عن انجلو بالالماني. اكتب عن لغة مثلا انجلو انج اوف انجلش انت بتكتبه
بس تبع انجلش اوف انجل اوفر ان ما انا بس الماني بقدر اكتب. انت احط هذا، حانسخ هذا الرابط واحط لكم اياه بالديسكريبشن. الاستحضار اللي حاط لكم في عندكم اكثر من مقطع له، فبكون اعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في صفحتي، ويلا مع السلامة.